البارح كنا في وجدة طبعا تكلمنا على النجاة الطاقية في ميدان السياحة. اليوم تنتكلموا على الميدان ديال الصناعة، لأنه هاد القطاع ديال الصناعة في المغرب من بين القطاعات اللي كتستعمل بزاف ديال الطاقة، وطبعا أيضا تتاخد أكثر من 40% ديال الكربون في المغرب. فاليوم بغينا نساهموا باش لهذا القطاع ديال الصناعة، خصوصا أننا كنا من أول البلدان اللي وقعوا على الجرين ديل مع الاتفاق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، وطبعا أيضا وقعنا في لاكوب 27 في شرم الشيخ مع سويسرا على واحد الاتفاقية اللي غتمكن للصناعة المغربية أنها تبدأ تتاجر في الكريدي كربون. هذا غادي يمكن الصناع الصناعة المغربية باش يكون عندها واحد مدخل جديد إلى قدرات تتقلص من الانبعاثات الكربونية. On a parlé de politique énergétique mais plus spécialement de décarbonation industrielle avec honoré de la présence de la ministre elle-même qui a pu présenter tout ce que le Maroc entreprend. Et pour la Suisse, c'est vraiment un honneur de travailler avec le Maroc. C'est un sujet qui touche vraiment tout le monde et qui va commencer à prendre de plus en plus d'importance. En tant que représentant du secteur privé suisse, mais aussi marocain, on est très content de voir que c'est un ministère qui avance très vite,